مساء جميل مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في أجندة سودانية، حلقة جديدة وموضوع جديد هذا المساء. الشريعة والثورة، المنبر والثورة، أيهما يسبق الآخر؟ أسئلة تتعلق حول الشريعة، مفهومها، تفريعاتها وتعريفاتها. سعيد بكم مشاهدينا، نلتقيكم في هذه الحلقة مع ضيفي داخل الاستوديو، الشيخ الدكتور عمر بخيت، أستاذ الثقافة الإسلامية جامعة الرئيس قسم الثقافة جامعة الخرطوم، والأستاذ الدكتور بغداد الهجان، الباحث والمفكر، وهم الاثنين ما شاء الله أئمة مساجد. وعشان كده نحن دارين نشوف موضوع الساحة، الشريعة. يعني لما نقول ماذا نعني بالشريعة، يعني بعدك بتجي الأسئلة تباعا. عامة الناس لما يسمعوا إنه والله القضية الآن قضية الشريعة، ماذا يعني للناس قضية أن تكون الشريعة قضية الآن؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لك أستاذ الوغاء الكريم في هذا المساء الرمضاني وفي ليلة 27 التي لها خصوصية أيضا، نسعد بهذه الاستضافة، وترحيبنا بسادة المشاهدين يتبعوا، وأيضا أن نفكر فعلا في قضايا الساحة يعني بمنطلقات فكرية أكثر من الاندفاعات هنا أو هناك. فيعني القيم والأفكار والتصورات هي التي تضع الناس في الطريق الصحيح، ومن ثم يعني يتحقق للناس ما يريدون بأقل الجهد، لأنه كما يقال يعني العلم يسهل العمل في كل مجال، يعني في كل ما يريده الناس إن قدموا العلم والمعارف سهل عليهم من بعد ذلك العمل لأجل الوصول إلى ما يحبون أن يصلوا إليه إن شاء الله. قضية الشريعة، القضية دي نحن نكمل بس هنا في التعريف الأول أستاذ مغداد، حنرجع لك إذا تكمل قضية الساحة الشريعة ماذا نعني. أولا أشكر لك يعني استضافة الكريمة، وأحيي عبرك المشاهدين الكرام، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. ومسألة الشريعة في وضع الذي نعيشه الآن، حضورها في هذه الفترة أحدث ربكة في الساحة السياسية والاجتماعية. الملاحظ أن الجميع يتحدث من منطلق مخاوفه الخاصة، ليس نعم. من منطلق يعني القضية نفسها. نعم. ففي إطار الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين في السودان وفي غيره من الدول العربية، دائما ما تكون قضية الشريعة أو مشكلة الشريعة بهذا المعنى، قضية يتم الصراخ حولها من وراء الأسوار، لا تناقش في طاولات المعرفة العلمية أو المعرفة المنضبطة التي تؤدي بالناس جميعا على اختلافاتهم إلى نهايات حميدة بالنسبة لكل الأطراف. في وضعنا الحالي يكثر الاستقطاب حول هذه المسألة، واضح أن هنالك غموض في المفهوم بالنسبة للطرفين المتخاصمين. أنا أجزم أن العلمانيين لا يعرفون حقا ما هي الشريعة، ولا حتى الإسلاميين الذين يؤمنون بتطبيق الشريعة، كلاهما لا يعرف حقيقة الشريعة. فلما يقول الإسلامي أن فلان يسعى لإيقاف العمل بالشريعة، فهو هنا أخطأ خطأ عظيم، لأن العمل بالشريعة لا يتعلق فقط بجانب السلطة السياسية أو القانون الجنائي أو القانون المدني. العمل بالشريعة في مجتمعات المسلمين، كل حياة المسلمين تقوم على فكرة الشريعة، بل هوية المجتمع الإسلامي نفسها مؤسسة على فكرة الشريعة. الشريعة ليست هي الحدود المعروفة في القوانين، ولا هي النصوص المكتوبة في القانون التي تقول أن الربا حلال أو حرام، إنما الشريعة هي الجزء الأعظم من الشريعة، هو ذلك الذي يتعلق بحياة المسلمين أنفسهم، صلاتهم، صيامهم، زكاتهم، ترحمهم، توادهم، احترامهم للجار، هذا كله جزء عزيز من الشريعة، ينبغي أن لا تختصر في ذلك الجانب المتعلق بالأطر السياسية والخصومات السياسية فقط. بهذا المفهوم الواسع للشريعة الذي يعني الدين في الحقيقة، الآية تقول جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. المقصود بهذه الشريعة هنا في هذه الآية والكلمة نفسها تعني طريق الحياة، شريعة طريق الحياة، الطريق. نعم، الطريق للحياة، يعني
طيب يعني متعلق بها طالما هل هي نحن عندنا فيها مشكلة حنجي لتعريفها بعد ما نطلع فاصل بسيط، هل وشيخ عمر يكمل لنا تعريفه الدكتور؟ يعني أنا عندي سؤال بعد نطلع فاصل اللي هو هل أزمة البلد الآن بلدنا هنا في الثورة هل هي شريعة؟ يعني هل قضية الشريعة هي الأزمة أم قضية الحريات والتنمية والعدل؟ لكن نكمل هذه الأسئلة إن شاء الله فاصل ونواصل إن شاء الله هذا الحوار مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في سؤال الشريعة والثورة مع ضيفي داخل الاستوديو الدكتور عمر بخيت والأستاذ الدكتور مقداد الهجان. شيخ عمر، نحن قلنا في السؤال الأول ما كملت فيه أنت إنه الناس زي مفهوم التعريف الأولي المفروض يصلوا له أو يكون واضح المعلم واضح عندهم شنو هو، يعني زول عايز تعريف بحيث انه ده المطلوب والمطلوب انه يعرفه ويعمل به في الشريعه. والله ممكن احنا كتعريف اعلامي مبسط نقول الشريعه هي توحيد الحياه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طريق يعني تشمل العقيده والعباده والمعاملات والاخلاق والقيم والنظم. نعم. دي كلها تجمل في الاصطلاح العام بالشريعه. في ان تكون كلها مستمده من الله سبحانه وتعالى عبر دين الإسلام ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم الخاتمة الشاملة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالخصوصية فيها أنها تفارق الأديان الباقية أو الشرائع الباقية، شريعة الإسلام في شموليتها لمختلف ضروب الحياة، وأنها لازمة الأخذ بكلياتها سواء ما يتعلق منها كما قلنا بجانب الإيمان والعقائد والتصورات، وهذا قد يتفق فيه الإسلام مع غيره من الأديان، لأن الأديان في عمومياتها إيمانيات وقيميات. نعم. لكن الإسلام يتميز بأنه دين حياتي، دين يتناول ضروب الحياة المختلفة، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، غيرها، كل ضروب النشاط الإنساني والبشري يتناوله الإسلام وينتظمه ولا يستثني منه أحد، بل كل خروج ولو كان يسيراً يذمه الله تعالى، قل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. طيب. فمثل ما قضية الإيمان ذات أهمية، كذلك قضية العبادة، كذلك قضية المعاملة، كذلك قضية الأخلاق، كذلك قضية النظم. طيب لما هو ده التعريف، إذا تكلمنا على أنه ده التعريف المطلوب يتنزل في حياة الناس، الآلية اللي بتحقق الكلام ده شنو هي الآلية؟ يعني يتحقق بآلية السلطة، يعني هل السلطة هي التي مطالبة بتحقيق هذا المعنى؟ السلطة هي جزء من الآليات، يعني واحدة من الوسائل في تحقيق. نعم، هي جزء من الآليات، لكن يتعاظم أمرها بأنها تشرف على بقية الأجزاء، تؤثر على كل نواحي الحياة. يعني السلطة تؤثر على عقائد الناس وتصوراتهم وأفكارهم بمنهجيتها وطرحها وأسلوبها ووسائل طرح الأفكار العامة وسائل النشر المختلفة. نعم. والسلطة تؤثر أيضا على عبادات الناس بما تتخذه من إجراءات وما في يديها من وسائل، والسلطة تؤثر أيضا على أخلاق الناس وعلى طريقة تعاطيهم وعلى قيمهم. طيب، وبالتالي السلطة لو بقت محايدة شيخ عمر، لو بقت محايدة طبعا ده شكل من أشكال العلمانية الحديثة التي يعني يراد لها أن تكون مقبولة عند المجتمعات المحافظة والمتدينة، أن تكون على مسافة واحدة من كل الأديان ومن كل الأفكار ومن كل المرجعيات الدينية، لكن هذا المستوى من الصعوبة بمكان، ويعني الإنسان نزع نحو أفكاره ونحو قيمه
نحو معتقداته أيا كانت حقا كانت أو باطل. فالذي يزعم أنه سيقف على مسافة محايدة من الأديان لا يكاد يكون يعني صادق في طرحه. يعني لازم يكون عنده توجه، لا بد أن يتأثر، وإلا أصلا ما يصبح هو صاحب فكرة أو عقيدة. نعم. وفي ذات الوقت هو غير معفي أيضا تكليفا، لأنه لو قلنا إحنا الشريعة من جهة مصدريتها فهي خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين. نعم. وهو مكلف، ففي سلطته الحاكم في سلطته مأمور ومنهي ومخاطب ومطالب ومنهي ومحذر، أين سيقف وأين سيمضي، أين سيتقدم وأين سيتأخر. فإن أراد أن يلبي خطاب الله في ذلك، مثلا قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية سلطانية، الله سبحانه وتعالى يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكذلك في هل الفعل في الأمر والنهي عن المنكر، أنا بجيك له، لكن هل المراد به فعل جمعي ولا فعل بيبدأ من الواحد؟ يعني هل فعل الإنسان تجاه نفسه آمرا لنفسه بالمعروف ناهيا عن المنكر يبدأ من هنا ولا يبدأ من المجموع؟ لا، يبدأ ويستمر وينتهي إلى دوائر متفاوتة. فمثلا الأمة، لكن هل التمكين المعني مش أن يبدأ الإنسان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر من نفسه ثم ينتقل إلى المسألة؟ يبدأ نعم، يبدأ نعم، لكن هذا لا يلغي الدوائر الأخرى، منها دائرة المجتمع. مثلا في آية التوبة الله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. كذين إحنا المعروف جايين في آية آل عمران أيضا، كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. دكتور، أن تقف السلطة موقف محايد، هل معنية السلطة بأن هي واحدة من أدوات تنزيل الشريعة في حياة الناس؟ طبعا الفكرة أن السلطة تقف محايدة من الدين فكرة مسجلة من الإطار الغربي الذي ينظر أصلا للدين كشيء طرفي في حياة الناس. نعم. بمعنى الدين، الخرافة، السحر، هذه أشياء تحيط بالمجتمع من جوانبه البعيدة، لكن في الإطار، وهي فكرة مستجلبة، الفكرة المستجلبة دائما تعاني من التبيئة، صعوبة التبيئة في البيئة الإسلامية. المجتمع الإسلامي قام أصلا على أساس الدين، يعني المجتمع أصلا احتشد في، التقى الناس أصلا على فكرة الدين أصلا، المجتمع المسلمين في تاريخ الإسلام وحتى في المجتمعات الحديثة يعني قاموا على فكرة الدين. فمن الصعب جدا أن تقول لهم أن الدولة التي تحكمكم أو تأتي بإرادتكم ستكون مجردة من أي رؤية عند علاقة بالدين. صعب جدا. وهذا الموقف يحسب على العلمانيين في العالم الإسلامي، عليهم يرجعوا هذه النقطة، لأنه المجتمع المسلم ليس كمجتمع المسيحي في الغرب. الحياة كلها تقريبا تقوم على فكرة الدين، الزواج فيه، العلاقات الاجتماعية، العلاقات الأسرية، تقريبا كل الحياة تتمحور حول فكرة الدين. بالتالي لا بد أن يمثل الجانب المعني من الشريعة بالسلطة أن يكون موجود في هذه السلطة. الخلط يقع أين؟ يقع في أن الدولة الحديثة بهذه الجبروت الذي تحكم به العالم الإسلامي الآن هي دولة ذات طبيعة مسيطرة على كل سبل الحياة. هي تريد أن تحتكر الفن، أن تحتكر الدين، أن تحتكر السياسة، أن تحتكر العادات، التقاليد، كلها ينبغي أن تمر عبر فلتر الدولة الذي يحدد ما هو قانوني وهو غير قانوني. فتمدد الدولة في المجتمع الإسلامي بهذا الشكل، بهذه النزعة البطشية القابضة، هو الذي جعل فكرة حضور الدين في الدولة مخيفة بالنسبة للذين يطلبون الحرية. يعني الدولة تستعمل الدين، ممكن المستبد يستعمل الدين للاستبداد، ممكن يستعمل الشريعة باسم الشريعة يستبد باسم الشريعة، زي ما حصل في التاريخ الإسلامي كثير جدا يعني. الأوفق والأسلم أن توضع مقادير الشريعة في السلطة بالمقادير التي حددها الشريعة نفسها. يعني في جزء من السلطة معني بتأسيس السلطة نفسها، يعني النظام السياسي نفسه كيف يقوم في بالنسبة للشريعة؟ يقوم على العدل، يقوم على الحرية، يقوم على المشاركة ليس على الاستبداد بالرأي، يقوم على البيع بالتراضي ليس بالقهر. لا، السلطة في الإسلام لا تقوم بالسلب ولا بالوراثة. إذا تحقق هذا الأمر في تأسيس النظام السياسي يصبح الخوف من الشريعة على الحرية ضئيل جدا في إطار المجتمعات المسلمة. لكن لنا التجربة السياسية الحديثة للمجتمعات المسلمة تعلقت بالأنظمة الدكتاتورية التي تستعمل الشريعة في كبت الحرية. حتى تجد أن مسألة يعني حتى مسألة مثلا مسائل الخاصة جدا تجد الدولة استعملت الشريعة في أن تراقب المسائل الخاصة،
تراقب الضمائر، تتحكم في، يعني مثلا الذي لا يصوم مثلا في رمضان في الشريعة ما عنده عقوبة، لكن تريد الدولة تعمل إجراءات معينة تجاه الذي لا يصوم، تمنع بيع الطعام مثلا في رمضان، تمنع، وهذا ليس من شأن الدولة في شيء، هذا من شأن المجتمع. الإسلام قسم السلطات في المجتمع الإسلامي إلى حد أدنى وحد أعلى. الحد الأدنى هو حد الدولة، الحد الأعلى حد الضمير. الإسلام يريد أن ينصرح ضمير الإنسان ويصبح هو رقيب على نفسه في علاقته مع جاره مع ربه في المسائل هذه. في مستوى ثاني، مستوى المجتمع، يصبح المجتمع الصالح رقيب على أفراده بحيث يعصمهم من الخطأ ويعصمهم من الزلل والوقوع في المعصية. ثم تأتي بعد ذلك الدولة للذي لم يردعه ضميره ولم يردعه المجتمع. فالدورة دورها في المجتمع الإسلامي حقيقة ضئيل جدا، هامشي في مقابل دور المجتمع نفسه، مقابل دور الفرد في رقابته على ذاته. الخلط أوقع أين؟ استحضار فكرة الدولة الحديثة بقوتها، تحكمها في الإعلام والتعليم والسياسة والمجتمع، كل شيء موكول أمره للدولة، كأنما الناس أصبحوا عيال للدولة بدلا من عيال لله سبحانه وتعالى. فهذه الفكرة جعلت الدين خطر في يد الدولة. إذا استعملت الدولة المستبدة الدين، أصبح الدين محل بغض من الناس، أصبح الدين محل كره من الناس بسبب أن الدولة هي التي فعلت هذا الفعل. على العلمانيين والإسلام ينظروا حولهم في العالم الإسلامي، صدام حسين ولا حسني مبارك ولا بن علي لم يكونوا يرفعون شعار الشريعة، لكن كانوا حكام مستبدين. إذا استعملوا فكرة الشريعة داخل الاستبداد، أصبحت الشريعة أداة استبدادية في يد الحاكم. والرسول ذكر هذا المعنى، أن الأمم من قبلنا كان الذي أهلكهم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، أما إذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، هو حد شرعي، حد الشريعة نفسه أقاموه على الضعيف. فهنا حدث الظلم بسبب استعمال خاطئ للشريعة، للشريعة الإسلامية. دكتور، هل الشريعة هي التي تصنع الثورة أم الثورة التي تصنع الشريعة؟ يعني الذي يثور من أجل أنه يحقق الشريعة، ولا الذي يثور من أجل أن يحقق الشريعة هي تأتي بالثورة من أجل أن تعدل خطوات؟ هل نعني بهذا المعنى أن دولة العدل هي الدولة التي تعنى؟ لما نقول شريعة بنعني إنها دولة العدل، فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، قضية عادلة يعني. نعم، الشريعة بطبيعة الحال هي تنشد العدالة، أيوة، وتتشوف إلى الحرية، وتتشوف إلى السلام وإلى القيم الفاضلة، وتعمل من أجل، يعني دعنا نقول التغيير هو وسيلة لتغيير الحال لما هو أفضل، وهذا لب الدين. الدين الله تعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فيعني إرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية التي احتوتها الكتب المنزلة وجاءت بها الرسل والأنبياء هي دفع الناس وحمل الناس وترغيب الناس في حياة عادلة، في حياة طيبة وكريمة. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن دعني أقول، الشريعة يعني ليست دافعة فقط، الشريعة أحيانا دافعة وأخرى مانعة، بل الأحكام الشرعية يمكن أن تتناول الفعل الثوري كله، يعني كل الأحكام الشرعية. وده ما يغيب عن الناس حقيقة في تقدير الأمور. فالثورة ممكن في الشريعة تبقى حرام، ممكن تبقى واجب، ممكن تبقى مستحبة، ممكن تبقى مكروهة، ممكن تبقى مباحة، بحسب السائر ووضعه وظروفه وأحواله ومطلوباته وما كان عليه وما يريد أن يكون عليه. وبالتالي الشريعة هي أوسع من قضية فعل ثوري مؤقت محدد، خصوصا في مبادئها وقيمها وإطلاقاتها. وفي أحكامها تتناول هذه الجوانب. ولعل يعني مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مفهوم محوري في الثورات من عهد الخوارج والمعتزلة وما بعدهم. هذا المفهوم كما نعلم ذكر النقيب وغيره، حتى بقى واحد من أصول المعتزلة. نعم، لأنه هو يعني الباب الثوري. وده يعني من أصول الشريعة، عده بعضهم الركن السادس من أركان الإسلام، وهو خاصية الأمة كما أشرنا، وخاصية المجتمع كما أشرنا في سورة التوبة أيضا، وخاصية الفرد كما في قول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهنا لابد نجي إلى إنصاف دور المنابر، وأيضا يعني إذا كان هنالك مأخذ أو ملاحظة على ما ينبني. يعني مثلا إمام تقدم وآخر تأخر وآخر توسط، ويعني هذه المسألة ليست مبنية فقط على ممالأة السلطان كما يتصور بعض الناس يعني ببادئ الرأي، بقدر ما هي تعود إلى
إلى التقديرات والمسؤولية الشرعية التي يحسبها الإنسان في عدة أمور، منها أولا قضية التكلفة والثمن والاستطاعة التي يملكها هو أو يملكها المخاطب. فيعني المخاطب والمخاطب، نعم يعني يملكها المخاطب ويملكها المخاطب، نعم. هذه الأهلية وهذه القدرة هذه الاستطاعة إشارة إليها الشرع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع إذن حساب الاستطاعة هذا حساب دقيق جدا وعليه مسؤولية جدا، ويمكن أن يكون يعني على مستوى عالي من الخطورة إذا كان حصل فيه أي خطأ في هذا الحساب. ثم أيضا لكن أليس أفضل أنواع الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل؟ هذا في الإطار الفردي هذا في يعني أنت لما تفعل فعل شخصي وتأخذ بالعزيمة الشخصية في أن تقول الحق فيكون الأمر أمر نفسك فقط، هذا جانب. أما أن تحمل الأمة على العزائم غير المقدور غير المستطاع فهذا فعل غير محسوب، وده الآن ظاهر. يعني مثلا كثير من الأئمة، خلينا نبقى واقعيين أكثر، كثير من الأئمة ما كان يدفع الناس نحو الخروج مثلا قبل الأحداث الأخيرة التي تكاملت فيها. لماذا؟ لا يرى الخروج، لا يرى الخروج أو يتردد في مجيء وقت الخروج أيضا ومناسبته وتوفر آلياته بحساب المصالح والمفاسد الشرعية اللي هي مثلا قضية الدماء والأرواح والتكاليف التي يمكن أن تكون، وطبعا لا يبرر لها ما حصل. يعني زي ما جاءت في خلاف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا عمر لما تحدث الناس عنها قالت كانت فلتة إلا أن الله وقى شرها. فما جرى الآن من تغيير على غير المعتاد أو بتدخل إرادة ومشيئة ربانية ثم أيضا تدخل أطراف أخرى أوقفت كثير مما كان يتوقع من المفاسد، ويشكر لها ذلك. لو جنبنا ذلك لصارت الحسابات إلى الآن في إشكال يقتضي كثير من الناس من مسؤوليتهم الشرعية، وليس من باب مصالحهم ولا من باب جبنهم الخاص، وإنما حساب لصالح المكلف المخاطب في أن والله إلى ماذا يدفع وماذا يملك. أليس العدل والحرية عندها ثمن يجب أن يدفع من الباحث؟ يعني من يبحث عن الحرية ومن يبحث يستطيع أن يقدم تضحية من أجل أن يجد. صحيح. والطغيان، قلع الطغيان في التاريخ الإسلامي العريض دائما معه ضريبة عالية جدا، حتى الثورات اللي قامت في كل العالم اللي أحدث التغيير كان فيها دم كثير جدا، لكن بعد ذاك الدم ده كان هو ثمن لأنه الناس يتحقق عندها العدل والحرية ومطلوباتها. يعني مطلوبات هذا هو الفرق بين قيم الإسلام والقيم الأخرى. أيوة. يعني في النقطة دي بالتحديد في خلط في القيم. قيمة الإسلام تقديم السلام على الحرية، تقديم قيمة السلام والأمن على الحرية، ثم تأتي بعد قيمة السلام قيمة العدل، ثم تأتي قيمة الحق، ثم تأتي قيمة العدل الحرية وكذا. فيعني حساب المسلم أو الآن هل تجد نظام في الأرض يعظم قيمة حرمة الدم وحرمة الروح وقيمة دم الشهيد كما يقال دم الشهيد بكم؟ يعني السؤال ده الإمام يسأل نفسه عنه قبل أن يدفع إليه الناس وقبل أن يتخذ مثلا من التغيير وسيلة. لكن الإمام هو ممكن يدفع وفي ظنه أنه ما يحصل حاجة، يعني في ظنه لكن ظن الإنسان وتكليف الإنسان الشرعي هو الذي يجعله يحسب ويتحسب لهذا الأمر، وهذه خلفية فيها حسابات واقعية حقيقة. يعني الإنسان لا ينبغي أن يجبن عما ينبغي أن يكون، زي ما يعني جاء في قصة سيدنا عمرو بن العاص، جاءه واحد فقال له يا أخي أراك فأقول وأشجع الناس، ثم أراك فأقول أجبن الناس، فمن أنت؟ قال له شجاع إذا ما أتيحت لي فرصة وإذا لم تتح لي فرصة فجبان. يعني تقدير الموضوع، تقدير الموضوع. هل التقديرات دي، سؤال نزله أستاذ مغداد، هل التقديرات دي هي اللي خلت كثير من الأئمة يعني ينظر لهم الناس في الشارع باعتبارهم أنهم أئمة السلطان ولم يدفعوا الناس ولم يقولوا كلمة الحق حتى على منابرهم، دعك من أنه يقول الناس أطلعوا إلى الشارع؟ لا، نميز بين موقفين مهمين في هذه المسألة. فرق بين أن تقول للناس أخرجوا إلى الشارع وأن تقول للناس أننا الآن نعيش في ظل استبداد سياسي الشريعة نفسها ترفض هذا الاستبداد السياسي. يعني حاجتين، يعني شيء يعني الوسيلة شيء والوسيلة شيء والتقرير الواقع شيء آخر. الإمام مسؤول أن يشرح للناس أن الذي يحدث باسم الدين هذا تضليل وهذا إساءة للدين، تحدث باسم الدين، فهو عليه أن يقول في هذا المقام كلمة
الحق المطالب هو بها. نعم. يعني مثلا القصة الأشهر والأكثر تكرارا في القرآن قصة المواجهة بين موسى والاستبداد اللي هو فرعون. يعني هذه القصة ما كررت عبثا يعني. كان فرعون دائما يقول لأولئك الناس أن يصبروا أن يصبروا، لكن هذا الصبر لم يكن معناه القعود وممالأة فرعون أو الجلوس تحت ظل عرشه، كان خروج على فرعون من الناحية العقدية ثم من الناحية السياسية والاجتماعية، لما يعني هجروا المكان الذي كانوا فيه مع فرعون ثم تبعهم بجنود آخر، قصة معروفة. ففرق بين أن تقول للناس الآن نحن علينا أن نواجه السلطة المسلحة الآن في هذه اللحظة بهذا الشكل، وفرق أن تقولهم أن هذه السلطة التي تحكمكم وتدعي الشرعية الدينية ليست لها من الدين شرعية في شيء. ده كان هو مطلوب من الأئمة أن يقول أن يوضح للناس أن الذي يحدث هذا باسم الدين ليس لا يمت للدين بصلة. الموقف الذي يقدره الناس بعد ذلك، طبعا الظروف الإنسان يحاط بظروف عديدة، ممكن يقدر هو الإنسان شخصيا الثائر نفسه أن الظرف الذي يعيش فيه هو بأي حال من الأحوال أسوأ من أي ظرف قادم، يعني ظرف عدم فيه الدواء، عدم فيه المال، عدم فيه المستقبل أمامه، أظلم في وجهه الدنيا، أظلمت في وجهه. هذا الظرف هو يقدر شخصيا أن الذي يليه بعد الثورة لا بد أن يكون أفضل من هذا الظرف، يعني مستحيل يكون أسوأ مما كان بالنسبة لأولئك الناس. فهذا هو الذي يدفع الناس إلى الثورة والخروج والمواجهة بالنسبة للسلطة. دور الإمام هو أن يوضح للناس أن الذي يحدث باسم الدين لم يكن يموت للدين بصلة. هذا الدور تقاعس عنه كثير من الأئمة، يمكن أن أضم في نظري قد قصروا في تبليغ الرسالة الدينية، لأن الرسالة الدينية حتى لو كان يعني أنت في النهاية لو قلت للناس في المنبر إنه هذا الحاكم ظالم، ده يقع عليك أنت، لا يقع على المصلين، حيمسكوك أنت ويزنوك أنت ويحاصروك أنت. فده كان مطلوب من الأئمة هنا، إنه أنت تقول للناس إنه اللي بيحصل ده القتل بدم بارد، سفك الدم في الشوارع، التشريد، التنكير، اعتقال التعسفي، كبت الحريات العامة، مطاردة الناس في منازلهم، انتهاك الدور، ده كله لا يمت للشريعة بأي ماصلة. وأي شخص يدعي أنه يحكم بالشريعة ويقول ويفعل هذه الأفعال فهو شخص كاذب ومخادع باسم الشريعة. النقطة المهمة في موضوع الشريعة نفسها إنه الوجدان الإسلامي الشعبي العام بتاع المسلمين تعلق بالجانب الذي أوقفه الاستعمار، جانب القوانين المتعلقة بالشريعة، قوانين الأحوال الشخصية والقوانين الجنائية والقانون المدني، يعني قوانين حد السرقة، حد الزنا، قانون المسائل منع الربا، دي المتعلق بها وجدان المسلمين. للأسف هذا بالنسبة للشريعة في السلطة جزء يسير من الأصل الأول، أصل تأسيس السلطة السياسية نفسها. على ما تقوم السلطة السياسية في الإسلام؟ تقوم على العدل أولا. نعم. يعني الأمر الوحيد في القرآن الذي صرح فيه بالأمر إن الله يأمر بالعدل، يأمر يعني الأمر ده عزيز أو قوي جدا، أو قل أمر ربي بالقسط، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وتحكموا بالعدل، أن يأمر يصرح بالأمر، هذا معناه أمر عظيم جدا بالنسبة لي للنظام السياسي. يعني بالنسبة للنظام الاجتماعي قد تكون في أمر أخرى غير مسألة العدل، لكن في النظام السياسي لا بد أن يقوم أولا على العدل ثم يقوم على الشورى. ممكن تحكم الناس بفرض رأيك عليهم أو بمصادرة حقهم في اختيار حكامهم، المجتمع المؤمن مصدر السلطان، هو الذي يختار الحكام بنفسه، هو الذي يعزل الحكام وقت ما يرى منهم ذلك التقصير. يعني حتى أئمة الفقه في الإسلام ما هم جاءوا سيوف وأغصوا على فقههم، هم جلسوا في المساجد طرحوا أفكارهم وآرائهم الفقهية، اجتمع حولهم الناس وتشكل مذهب عبر التاريخ الإسلامي. نعم. كلها كانت بالإرادة الحرة لجماهير الإسلامية. كذلك السلطة السياسية في أول العهود المرضية خلافة الراشدة كانت تقوم بهذه الطريقة، يعني الصحابي يقول طرقت حتى النساء في خدورهن، طرق عليهم الدور حتى يختاروا الخليفة الذي يريده المسلمون. فكان الاختيار الخليفة بالبيعة الطوعية الحرة كما في انتخابات اليوم يعني كان هذا ديدن على الإسلامي، لكن انتكس هذه المسألة مما جاء الملك العضوض وأصبحت الخلافة استلابا وإما أو توريثا بعيد عن الشريعة. لم تكن الشريعة هنا الأصل المؤسس للنظام السياسي في الشريعة، كان مغيب. طبعا كان كل الخلفاء من بعد من بني أمية كلهم وبني العباس كلهم يطبقوا أحكام الشريعة من القطع اليد والمسائل هذه الفرعيات دي، لكن أصل النظام السياسي كيف يقوم ده هو كان المشكلة اللي خلت المشكلة الأولى في النظام السياسي الإسلامي اللي بيتبع بعد ذاك التأسيس. إذا كانت التأسيس كان صحيح، تأسيس النظام الإسلامي كان على قيم الشريعة حقا، قيم العدل والحرية والبيعة الطوعية والشورى والمشاركة السياسية، سيكون الباقي كله تبع لهذا الأمر. لكن إذا بدأ بالاستبداد فإن كل الملحق سيكون تيم مشوهة كله. وده الحصل حد الردة في تاريخ الإسلام كله كان حد سياسي، كان يستعمل ضد الخصوم الذين يقفون ضد الحكام المسلمين،
كل خصوم السياسيين يعني أعدم علماء وأعدم معارضون سياسيون بسبب هذا الحد مثلا. المسألة ترك الصلاة نفسها استعملت ضد خصوم سياسيين في كثير من التاريخ الإسلامي، مع أنه هي في الشريعة نفسها لا يوجد لها نص. ما في أي نص يقول تارك الصلاة أو تارك الصيام أو تارك الحجة أمشوا أمسكوها أم عليه وكذا وكذا، ما في نص زي ده. دي كلها اجتهادات فقهاء وأراء فقهاء وظيفت توظيف سياسي. نحن هنكمل معاك أستاذ مقداد هجان، دارين نشوف شيخ عمر في قضية مهمة جدا، وهي هل قضية خروج الناس هل كان من أجل الشريعة ولا تحقيق مبدأ آخر، وهل كانت محقق الشريعة في مع الثورة، يعني قضية الشريعة والثورة بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل حوارنا مع ضيفي داخل الأستوديو. مرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في حوار الشريعة والثورة داخل الاستوديو. شيخ عمر، الناس ما كانت أزمة على ما أعتقد اللي هو سؤالنا، لم تكن أزمة شريعة وإنما أزمة عدل حرية سلام، من أجل أن يتحقق ثار الناس عليها. لحق بهم بعد ذلك أئمة المساجد، ما كلهم، لأن في ناس من الأول يعني كانوا داعمين ل بكلمة الحق على المستويين وعلى الخروج والثورة. بعد ذاك أن تتحقق المطالب طوالي جاء سؤال الشريعة مرة أخرى، مع أن المطلب الأول لم يكن، يعني الثورة مطلبه ما كانت ضد الشريعة ولا كانت من أجل تحقيق الشريعة، تحقيق معاني اللي هي الشريعة بتحققها، يعني الشريعة بتحقق للناس العدل والمساواة والاقتصاد وحياة الناس. يعني الربكة دي جات من وين؟ يعني هل كان موجود ده شريعة، وهل المطلب تاني الآن مطلب شريعة، هل مطلب الشارع الشريعة؟ جزاك الله خير، تحية للمشاهدين من جديد. أولا خلينا نقول شنو مشكلة النظام السابق مع الشريعة. التحدي اللي كان يعني يواجه الدعاة أو الأئمة أو حتى المواطنين العاديين، ما هو رفض الشريعة أصلا؟ يعني النظام كان مقر بالشريعة دستوريا ونظاما وينادي ويرفع الشعار، وحتى لم تكن مشكلته سماع المطالبة بالعدل أو سماع المطالبة بالشريعة، هذا كله كان يسمع. ثم الإشكال والخلل كان في التطبيق والتنزيل والإتيان بالقيم والمعاني اللي كانت مفقودة من معنى الشريعة المرفوعة أصلا، والتي من أجلها صبر الناس ومن أجلها يعني قدم الناس كثير من الأرواح والجهود والمجاهدات والصبر أيضا. وبالتالي خلينا نقول والله منذ العهد السابق لم تكن القضية قضية إقرار بالشريعة أو نفي للإقرار بالشريعة. ثم أيضا يعني عبورا بالأئمة والصوت الدعوي عموما، كان يرتكز على حماية المتظاهرين وتأكيد حرمة دمائهم أكثر من حماية السلطان لأنه حامل الشريعة، ودي نقطة مغفلة الآن وهو يتم العبور عليها أيضا ظلما للأئمة والدعاة في كثير من الأمور. كيف حامل الشريعة؟ يعني ما طلعوا الأئمة وقالوا إياكم أن تسقطوا النظام لأنه يطبق الشريعة، ما في إمام أصلا في أي منبر قال الكلام ده. كل الأئمة لا، مش في أئمة بيقولوا إنه لا يجب الخروج على، شوف بالمناسبة هذا الاتجاه، هذا الاتجاه اتجاه فكري عقدي محدود جدا، وايضا لم يكن ذلك حبا في النظم ولا اقرارا لعدلها، بقدر ما كانت تلك مرجعيات عقديه ومنهجيه تحكمه مع الظالم ومع العادل، وحده الكفر الصراح، وده تيار محدود ومعلوم ومعروف وتاثير على الشارع محدود وتعاطيه مع السياسه محدود. لكن عموم المنابر لم يكن دورها حمايه السلطان ولا تأليه ولا تجسيد الشريعة في شخصه ولا منع إسقاطه لأنه يطبق الشريعة أبدا، بقدر ما كانت المنابر في حدها
أنها تقول والله هؤلاء المتظاهرين يطالبون بحق، هؤلاء المتظاهرين يعني ثوار قضيتهم عادلة، بل قضيتهم ملحة، قضية معاش، قضية وقود، قضية قوت، قضية نقود، قضايا معيشية يعني مباشرة مست الناس وأخرجتهم، وكل الناس كانوا على اعتراف بالأزمة، بل حتى النظام كان على اعتراف بالأزمة، وبالتالي لم تكن محل مغالطة أن خروج الناس كان مبرر ولا يحتاج إلى أن يدفع بشريعة وبغيرها. لكن هل يعني أسقطت الشريعة في خضم المطلوبات الثورية؟ بالتأكيد القيم التي رفعها الثوار والتي جعلت الأئمة يحمون هذه الثورة ويحمون دماء وأرواح ويدافعون عنها في منابرهم، لأن هذه القيم هي الشريعة، هذه القيم هي الشريعة وهي مستمدة من الشريعة. وإن كان هناك تفاوت في طرح القيم وفي ترتيباتها وفي تطبيقاتها بتجي بعد ذلك في تفاصيل لا مانع من إعادة النظر فيها لاحقا، لكن بالعموم هذه القيم قيم سليمة وقيم صحيحة وقيم عدلية وقيم شرعية، وتتماسك تماما مع مطلوب الشريعة والعدل الذي يريده الله والذي تطالب به الشريعة والذي مقصده هو العيش الكريم للناس. الخلل جاء بعد ذلك مثلا من تباين الموقف، تباين الموقف بالنظر إلى بعض الأقوال وبعض التصريحات وبعض المواقف وبعض التخوفات، وأعتقد ده التطبيق أيضا للشريعة اللي هو الحرية. الشريعة من أساسها أن والله يكون في حرية في التعبير عن الرأي والتعبير عن الموقف وأن والله عارضك وافقك أخالفك، ودي يعني ده الأساس الدستوري والقيمي اللي بتحمل القيم المرفوعة كشعار وبتطلب الحياة كاميران لقدام. يعني ممكن نحن الآن جدا نتعرف في الاستوديو ده، بعدك يكون أنت عندك خيار وأنا يكون عندي خيار والشيخ المقدد عنده خيار آخر، وكلنا في النهاية يعني نحترم خيارات بعض ولا نضيق ببعض. ويعني إرجاع ذات الاسطوانة اللي أصلا والله كان مثلا فزاع أنه والله يا أخي لو تجاوزنا الواقع الكام موجود ستأكلنا الطير وسنفقد كل شيء، والإخافة اللي كانت على الناس مفروضة بحكم أنه لا بديل، أيضا الآن تطبق بأنه والله يا أخي أي خلاف إشكال، أي خلاف مهدد، أي اختلاف في الرأي، أي حرية أخرى، أي منهج آخر. لا ما بس هم الكلام بيقولوا أنه القيم التي خرج لها الثوار لم تتحقق إلى الآن، باعتبار أنه أن تتحول السلطة إلى سلطة مدنية تقوم على الـ على الـ على نحن قلنا السلطة على الانتخاب دورها على الانتخابات وعلى لا ننتظر السلطة في هذه القيم. هذه القيم تبدأ من الفرد، أنا أقبل رأيك وأنت تقبل رأيي على مستوى الفرد. لا ما أنا لما أقول أنا بطالب بالشريعة، ما هي الشريعة التأسيس لما تتأسس السلطة بعد ذاك السلطة اللي هو رأي الأستاذ المقداد في إنه التأسيس من الأول يبقى صحيح، يعني إذا بقى تأسيس على وهذه الشريعة على كده التحد ما بكون عنده قيم. دي الآن يعني الشريعة في الشرعية ذاتها، يعني تنصيب يعني الأستاذ المقداد أشار للكلام ده في أنه سلطة المسلمين اللي هي الشرعية اللي بتطبق الشريعة تقام بالشريعة، وإلا أصلا لو أرسيت بالاختيار وليس بالقهر والغصب. نعم بالاختيار. فكل شيء يتجاوز الاختيار إلى الإقصاء إلى الانفراد إلى الاستبداد فهو من أوله طريق مخالف لنهج الشرع. فهذا صوت الشرع أن والله وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. نعم أستاذ مقداد رأيك شنو في أنه قبل أن يتحقق المطلب الأول اللي قلت أنت في زول طوالي طلع قال والله يا أخي نطالب بالشريعة؟ طبعا المشكلة أصلا بدأت من استحضار معركة الشريعة في غير وقتها. يعني إحنا الآن انتهى النظام القديم ونريد أن نؤسس لفترة انتقالية. بعض الأصوات قالت تصريحات ظهرت في الإعلام أن في الفترة الانتقالية سيتم تعديل الدستور بحيث يتخلص من تلك القوانين التي كانت متعلقة بالشريعة، ووصفت هذه القوانين في بعض التصريحات غير المسؤولة بأنها كانت قوانين مذلة للشعب السوداني. استحضار المعركة في هذا الوقت الفترة الانتقالية تحتاج أن تكون فترة هادئة لا يتحكم فيها أحد لأنه ما في شرعية. الشرعية تأتي بعد الانتخابات. لما استحضر هذا النقاش في تلك الفترة وبدأ الجو مشحونا بهذا المعنى، وهو نقاش زي ما ذكرت لك أصلاً الإسلاميين ما عارفين معناه ولا العامية عارفين معناه، فأصبح مكان منطقة للتهاوش في غير موضعها، معركة في غير معترك.
ده الذي هو الذي جعل الأصوات التي تنادي بالشريعة تخرج من أماكنها وتتخوف من مستقبل نزع الشريعة مثلا أو القوانين المتعلقة بالشريعة من القانون أو الدستور السوداني. لو كانت الإرادة السياسية تعطي الفترة الانتقالية قدرها المعقول من أنها فترة معنية بتهيئة الأوضاع لاستحضار الإرادة السياسية لعامة الجماهير في العمل العام لما كنا وقعنا في هذا المأزق الكبير، لكن الاستحضار هذا النقاش في هذه الفترة هو الذي سمم الجو وجعل الانقسام بين الناس على هذا النحو. ويمكن أن يتم تدارك هذا المعنى بأن السلطة المعنية أو الجهة المعنية بتحديد هوية الدستور أو تحديد وجهة الدستور هي السلطة المنتخبة، ليست السلطة التي تأتي بالشرعية الثورية أو سواء كانوا عسكر أو كانوا مدنيين. يعني هذه الشرعية ليست جماهيرية، ما عندها أقدار معدودة من رأي الجمهور فيها، بالتالي لا يحق لها أن تتحكم في كيف يحكم الجمهور نفسه وتحدد هوية ذلك الحكم وتضع الدستور، تسمي دستور دائم يخدع الجماهير لإرادة سياسية، وهذا معنى مرفوض في الشريعة طبعا، ومرفوض حتى في الدساتير الوضعية أو الأطر النظرية الحديثة. يعني أن تفرض على الناس رأي معين هذا أمر مرفوض، عليك أن تعود للناس من أجل أن يختاروا هم مصيرهم في هذه المسألة. أنا شخصيا لو اختار السودانيون أن لا يحكموا بالشريعة أنا ما عندي مشكلة، أنا سأعود للسودانيين حتى أدعوهم مرة أخرى للشريعة لحقيقة الشريعة ما هي وكيف تؤتي الشريعة ثمار آمالهم في الحرية والسلام والعدالة، وكيف تظلمهم الدولة العلمانية أو الدولة اليسارية التي يرأوا ظلمها حولهم في العالم العربي والإسلامي. أعود للشارع مرة أخرى ليستحضر الإرادة السياسية مرة أخرى في انتخابات قادمة من أجل استحضار فكرة الشريعة. لكن الذي جعل الجو مسمم كما قلت لك هو استحضار هذه المعركة في غير وقتها. المشكلة الثانية أنه كما ذكرت لك أن مسألة الشريعة ليست واضحة بالنسبة للمسلمين السودانيين، ثقافتهم ضعيفة في هذه المسألة. كلهم يظن أن الشريعة هي إذا مثلا جاء إنسان لغى قانون في الدستور متعلق مثلا بالنظام العام أو متعلق بحد السرقة معناه توقف الشريعة. لا، الشريعة معنا واسع جدا، يعني صلاتكم هي شريعة، صيامكم شريعة، زكاتكم شريعة، علاقتكم بالجيران شريعة، فهمكم للعالم نفسه كيف بدأ عقودات الزواج الطلاق كله داخل في الشريعة. نعم. معاملة اليتيم، تقسيم الميراث، ده كله ما عنده علاقة بالدولة، بتقوم بيه ناس في بيوتها يعني. نعم. ده كله جزء، ده أكبر جزء من الشريعة. كمان الجزء الأهم من الشريعة هو الذي يؤسس شرعية النظام السياسي. أيوه. الاستبداد، إذا جاء الاستبداد ورفع شعار الشريعة فهذا ضد الشريعة، ده مهلكة الأمم زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف، إنك تحقق الحدود تطبقها على أشخاص معين، وده كان مشكلة النظام السابق. نعم. النظام السابق مشكلته إنه بيطبق الحدود، لكن كيف يطبق هذه الحدود؟ يمسك اللص الذي يسرق نذرا يسيرا من الأشياء ويحاسب ويبشع به، الذي يسرق يعني ولاية كما يقال لا يسأل ولا يمكن يتحلل كذلك باجتهاد كمان بقانون مستوى من الشريعة. أيوة. فهذا المعنى هو الذي ضيع فكرة الشريعة بمعناها الحقيقي الذي يموت فعلا للدين الإسلامي، أنها منهج للحياة، أنها صياغة نظام سياسي، نظام اجتماعي، نظام اقتصادي، كل الأنظمة هذه ليست مصولة بالدولة، ممكن تكون بعيدة عن الدولة، قد يكون نظام الوقف بين المسلمين، نظام الصدقة بين المسلمين، نظام كل الأشياء تكون بعيدة عن الدولة عدا مسألة الزكاة مثلا هي معنية بها الدولة. كل العبادات بعيدة عن الدولة، الصلاة بعيدة عن الدولة، الصيام بعيدة عن الدولة، الحج نفسه ما هذا فطرة تخش فيه الدولة، يقوم بجهد المجتمع المسلم يهيئ الحجاج، يعلمهم الأمراء، يوديهم ويجيهم، دخول السلطة أضر بالحج في السودان طبعا، عارفين النظام الفات كان كيف يتعامل مع الحج. لو كان ترك الأمر لهيئة اجتماعية، هيئة وقفية تقوم بهذا الأمر لكانت المسألة ما فيها فساد ولا فيها ظلم ولا فيها أكل باسم الدين ولا فيها ولا فيها ولا فيها. لكن تغول الدولة بالشكل الحديث ده على مسائل الدينية، هو الذي جعل الدين نفسه أداة طيعة في يد الدولة. إذا كانت مستبدة كان الدين مستبدا، إذا كانت الدولة عادلة كان الدين عادل. نعم نعم. شيخ عمر، مطلب الشريعة تحقيق غايات الناس، مطلوبات الناس، إذا تحقق بالشريعة اللي هو نتكلم عن مجتمع مسلم، أغلبية أن تتحقق عندهم هذه المعنى. طيب، مع هذه الشريعة هنالك أقليات، مع هذه الأقليات هنالك الدولة الحديثة. هل إذا نتكلم عن شريعة بنستدعي نماذج من الماضي عشان نطبقها في الدولة الحديثة؟ هل الشريعة عندها إشكالية مع تطبيقات الدولة الحديثة في أن تقف موقف واحد من كل مكونات المجتمع؟
قطعا لا، يعني الشريعة من خصائصها صلاحيتها لكل زمان ومكان، وليست هي أصلا نصوص متحجرة أو تطبيقات بائدة أو قديمة. بل الآن الإشكال الآن متولد بين يعني في أذهان الناس بين الشريعة الإلهية الحقة وبين التطبيق في النظام الفات القريب ده، يعني بين التنزيل والتطبيق. نعم، وبينهما بون شاسع. أيوة. فيعني تطبيقات الناس من الإنقاذ وانت ماشي لورا لهناك مختلفة عن شرع رب العالمين المعصوم الذي هو صالح لكل زمان ومكان والذي يوفر العدل. ودي الآن النقطة الممكن الآن فيها احتكاك بين بعض الأطراف وكذا، في أن الشريعة ليست هي تلك الممارسات، الشريعة ليست هي تلك الأجزاء الجزئية مثلا ما يتعلق بالحدود أو كذا. الشريعة كل واسع، الشريعة رحمة واسعة، الشريعة حكمة، الشريعة أمان، الشريعة سلام، الشريعة عدل، الشريعة حرية. يعني لو جينا بس لقضية الحرية الآن الملحة، قضية الحرية الملحة اللي الناس أصلا كلهم حاسين أنه الظلم إشكاله، يعني أو الحكم إشكاله في الظلم وأساسه العدل. يعني يمكن للأستاذ أبو البراء يكون عنده دستور وقانون يكون هو عنده عادل وأنا عندي ظالم، وعند أخونا المغداد أيضا مختلف الرأي فيه. لكن لما يكون يعني العدل هو عدل إلهي، عدل شرعي لا يتحيز لزيد ولا لعبيد، لا يجامل الماضي ولا الحاضر، لا يمكن اختزاله بحال من الأحوال، اللي هو إطلاقية الشرع، عدالة الشرع، عمومية الشرع، كل القوانين الأخرى يمكن أن تكون يعني عاش عليها الزمن، يمكن أن تكون منتهية الصلاحية، يمكن أن تكون مائلة لصالح فئة، يمكن أن تكون متأثرة بتيارات مختلفة، بأيديولوجيات متفاوتة، لكن الشرع هو الذي يقف في مسافة متحدة من الجميع، من المسلم من الكافر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني هذا مع المخالف. يعني في الإسلام عندنا مقامين، مقام الإحسان ومقام العدل. ولا أقل من ذلك، مع من تحب ومن تكره، مع من يخالفك ومن يوافق. فيعني المطالبة بالعدل ليس للنفس وليس للذات وليس للمصلحة الشخصية، وإنما العدل للجميع، وهو الظل الطيب والمناسب والمريح لكل البشرية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وبالتالي التخلص من كل مخاوف الظلم، مخاوف الاستبداد، مخاوف الاستئثار، هي في الشريعة وليس العكس. بل يعني يخاف من أي نظام آخر، من أي دستور آخر، من أي قيم أخرى، يخاف أن تستغل، وهذا واقع. والاستغلال في النظم الأرضية والنظم البشرية استغلال سيء ولا مصحح له، بل يفرض على الناس شاءوا أم أبوا، ويبقى تسلط عبيد على عبيد، وليس شرع محايد لا يميل لصالح ذكر أو أنثى أو لأبيض أو أسود أو لقريب أو بعيد. فدين الله سبحانه وتعالى هو قيم مطلقة، هي قيم عادلة، هي قيم حقة، هي قيم مفيدة للبشرية. وبالتالي الآن يعني نكاد نكون عند الاستراتيجيين القيم الكبيرة الاستراتيجية العظمى متفق عليها ولا خلاف فيها. قيمة السلام الآن قيمة متفق عليها بين كافة البشر، كل من يعقل وكل من يعلم وجوده وذاته وجود الآخر، ويعلم طبيعة الحياة والكون وما يريد وما يعني يتطلع إليه البشر من تحقيق أهدافهم، لا يتحقق إلا في إطار من السلام والأمن. ومع ذلك تقرأ حتى التشريعات الجزئية. يعني لو جينا مثلا للجانب الاجتماعي كمثال، ليه مثلا نحن في الشريعة في الأحوال الشخصية، أنا كنت أستمع إلى إحدى حلقاتكم فجاء نقاش في الحكاية دي، منا أنه ليه مثلا الولد بيدوه أكثر من البنت، يعني قصدا للسلام الاجتماعي، وبالتالي تتكامل القيم يعني في التنشئة، في التربية، في المروءة، في الأخوة، في كل القيم الإيمانية الشرعية تتكامل في أن يعني توجد لنا أخ يعني يحب أخته أكثر من المال ويقيمها أكثر ويستوعب بنص، هذا تكون هي وجدت نص وأخ بكامل حظه ونصيبه، فيتحقق السلام الاجتماعي والتكامل الاجتماعي. لو مشينا في الجانب الاقتصادي كنموذج أيضا، يعني الجانب الاقتصادي ده أيضا اقتصاد، لكن في الملكية الخاصة والملكية العامة برضو الآن فيها نقاش، وأن والله الإسلام والملكية العامة والكلام الحاصل. فالإسلام ليه بيقول للإنسان يعني اكتسب واملك وتملك حتى يتحقق يعني النماء الاقتصادي
ويتحقق ما أشار إليه أيضا شيخ المقداد من التكافل الاجتماعي، من التراحم، من التعاطي احتسابا لثواب الآخرة. نعم. مع استشعار المسؤولية الاجتماعية المنصوص عليها الآن في الدساتير الدولية وفي النظم الاقتصادية المختلفة. طيب هل معنى هذا الكلام أنه تتوافق ما تدعو إليه الشريعة مع الدولة الحديثة؟ نعم، يعني التوافق يأتي في القيم الاستراتيجية القائدة الأساسية الكلية، ويتوافق بنسبة كبيرة في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، يتباين في الجانب الاجتماعي، وده بيوفر لنا مساحة من الخيارات ومساحة من الرأي والرأي الآخر والحرية التي نريدها. وأيضا في الجوانب العلمية والإعلامية أيضا هنالك توافق ربما قريب إلى 90%. والمهم من ذلك الاشتراك في القيم الكبرى، في القيم الاستراتيجية الكبرى، السلام قيمة متفق عليها، تعالى العدل قيمة متفق عليها، وكل العقلاء يحبون العدل وينشدونه ويسعون إليه ويرضيهم. نعم. أمشي بعد ذاك لقضية الحق كقيمة، نأتي من بعد الحق كيف يعرف الحق هنا. نعم. تأتي نقطة. نعم. الخلاف مثلا. فعند يعني الفكر الإسلامي السياسي الحق يعرف بالوحي وبالهدى وبالشرع في غالبه. عند التيار باء اللي هو اصلا ممكن يختلف معك في التفكير الاسلامي نسميه التفكير العلماني، يختلف معك في النقطه رقم 4، كيف نعرف العدل لنحقق العدل والسلام. يعرف براي الاغلبيه مثلا، وده الكلام اشار له المقداد من قبل شويه، انه راي الاغلبيه في الحته دي تنزلا يمكن ان يحصل توافق بدل الصراع والحسم العسكري وحق القوة، يمكن أن يكون الأمر بقوة الحق. اللي هي دي معنى جاي إنه شيخ مقداد المعاني معنى الدولة الحديثة وتطبيقاتها، هل نحن حنستدعي نموذج من التاريخ من أجل أنه نطبقه؟ ولو طبقنا المعاني دي نحن في العالم الإسلامي ده عندنا مشكلة بتاع تحرير مصطلحات، يعني إذا تجاوزنا المعنى الاصطلاحي ما أظن المعاني بكون فيها خلاف في الأسماء. طبعا دائما السؤال اللي يواجه به والذي ينادي بتطبيق الشريعة هو مسألة الأقليات غير المنتمي للدين الإسلامي. وهذه في الدولة الحديثة نفسها مشكلة، يعني في الدولة الحديثة نفسها تتعامل مع الأقليات والأغلبيات بنفس المستوى، كلهم سواسية أمام قانون تفرضه الدولة الحديثة دون مراعاة لخصوصيات تلك الأقليات، وهذه مشكلة التي تولد دائما تململ الأقليات في الدولة الحديثة. الآن لو ضغطت في إسبانيا، في بريطانيا، في كل الدول الحديثة تجد هناك أقلية مهمشة متململة تنزع نحو الانفصال أو الانعزال بذاتها بدولة مختلفة عن الدولة الأم. أنا في ظني أن الإسلام حل هذه المشكلة منذ أول يوم جاء فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام المدينة. لكل فصيل من الفصائل الموجودة في المدينة قانونه الخاص. طبعا العلمانيين عندنا هنا بيجيوا فكرة الدين من الغرب، يعني فهمهم للدين نفسه مستمد من فهم الغربيين للدين المسيحي. الدين المسيحي ما كان يسمح بقيام نظامين قانونين في مكان واحد. مسيحيين كلهم مسيحيين، ما في حساب مسيحي ويهودي عايشين في نفس الحدة، أو يهودي ومسيحي في نفس المدينة يحكمون القانون مختلف، ده ما كان في تجربة غربية ما معروف. نعم. لكن في الإسلام عرف هذا النسق منذ خلافة من دولة المدينة وحتى خلافة علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، موجود إنه المسيحي عنده قوانين خاصة، مدارسه الخاصة، مزارعه الخاصة، الخصوصية الثقافية محافظة عليها في إطار الحضارة الإسلامية. ده اللي بيحل مشكلة الأقليات. لو جينا في السودان عايزين نطبق الشريعة حنقول والله أي وثني أي مسيحي لا تطبق عليه قوانين الشريعة، خاصة متعلقة بالقوانين اللي انقلب الأحوال الشخصية. ما إذا تطبق عليه الذي يختاره هو، دار يطبق قانون وثني على كيف، دار يطبق دين المسيح على كيف، دار يطبق الدولة الحديثة نفس برضو على كيف. ده بيخلي إنه الدولة الحديثة لما تطبق فيها الشريعة الإسلامية بالطريق بالصيغة الحق تستطيع أن تحافظ على كافة مكونات تلك الدولة، ونقول إحنا وافقين عندنا وحدة في تنوع. لكن لما نكون إحنا عندنا قانون واحد بيحكمنا بالإكراه، تتحكم فيه الفئة الغالبة في الدولة، ده بيحصل دائما،
يبقى في هامش ومركز، يبقى في نزاعات، يبقى في اطراف متململه، يبقى في نزونه حول انفصال دائما. الان كل مشكلات الدول اللي حولنا دي في فيها دائره تنفصل. ليه؟ لانه الثقافيه ما ممثله فوق. الدوله فوق عندها ثقافه غالبا مكرهه بها كل الناس. في الاسلام ما في كلام زي ده. في الاسلام انت بتحكم في المسلم بدينه والمسيحي يشوف طريقته يحكم بها. في المدينه كان اليهود بيقولوا للنبي عليه الصلاه والسلام يا اما يحكم بهم بينهم او يعرض عنهم، يعرض يحكم في كتابه هناك او يتحكم نعم. بالحاجه شايفينها مناسبه لهم نعم. وثنيين ولا مسيحيين ولا ده الاطار اللي استطاع الاسلام يوفره في الحضاره، في الحضاره الانسانيه لم تستطع اي دوله في التاريخ الانساني ان تقوم على هذا التعدد في الحكم. مساله انه القانون حق الدوله الحديثه والقانون حق الاسلام، الشريعه الاسلاميه دائما تسعى لتحقيق مصالح العباد. كل ما يحقق مصالح العباد ولا يواجه نصا دينيا فهو قانون من الشريعه. يعني نعم. مثلا قول المرور ده قانون وضعي بالنسبه لنا، يعني حسب فهم الاسلاميين نعم. قانون وضعي خدته زور كده اسمه قانون المرور. لكن هذا القانون هل يحقق مصالح الناس، مصالح العباد؟ يحقق مصالح العباد. هل يناقض اي نص في الشريعه؟ لا يناقض نص في الشريعه. مع انه فيه غرامات وفيه سجين وفيه محاسبات ومحاكمات، قانون كامل، قانون جزاءات كامل يعني في المرور. لكن ده يتماشى مع يبقى هو قانون الشريعه نفسها، لانه الشريعه قصدت مصلحه العباد، لانه من غير واحد مش قادر يمشي في الشارع اصلا. يعني قانون مثلا تنظيم المهن، قانون الجامعات العامه والخاصه، ده هل يصادم اي نص في الشريعه؟ لا. فصل الطالب اذا سقط مثلا ده عنده مشكله ما عنده مشكله في الشريعه. بالعكس، اذا كان فصل الطالب لو سقط يحق مصلحه الطالب نفسه انه حيقرا وحيجتهد وحيتخرج، ده من الشريعه ذاتها، اذا تدفع العلم بالقانون. فنحن هنا عندنا لازم نحرر المشكله دي عند الاسلاميين بالذات، يعني انه القانون الوضعي ده ليس هو دائما مناقض للشريعه وليس دائما ضد الشريعه. في قوانين وضعيه بترسخ لابعاد الدين مثلا من الحياه العامه، ده قانون ضد الشريعه. في قانون وضعي بيرسخ مثلا حظر التنظيمات او الجهات التي تدعو لتطبيق الشريعه، ده قانون ضد الشريعه. لكن القوانين اللي شايفينها احنا دي صغيره صغيره دي، القوانين القاعده هي بتقوم على فين حياه الناس دي؟ دي ما عندها علاقه بنا مصادمه للشريعه. ميزه الشريعه الاسلاميه انها تسمح بقيام نظامين ثقافيين في مكان واحد. دي ميزتها هنا. ده شيء ما تسمحه الدوله الحديثه، وانا شايف من مظالم الدوله الحديثه اللي خلتها تكون دائما هي عرضه للانشطار والانشقاق، ما السودان بس. كل الدول حولنا دي عندها مشاكل بتاعت اقليات دائره تنعزل بنفسها عشان تحقق الخصوصيه الثقافيه حقتها. في اطار حضاره اسلاميه بيحفظ خصوصيات الدول اول هل النموذج اللي بتقوله ده هل طبق في التاريخ الاسلامي؟ طبق. هل في نموذج اصلا كان عامل كده؟ لا، الاسلام بدا نموذج يا دوله، الاسلام بدا بهذه النموذج بدا ايوه، لكن لما انتكس من الملك العضوض اللي حصل في بلاد بني اميه حتى كان موجود على اغلب الحضاره الاسلاميه كان فيها التنوع ده موجود يعني. عشان كده وائل حلاق بيقول انا افضل ان اعيش في العصر العباسي على ان اعيش في دوله حديثه الان، وهو مسيحي. لانه قال في العصر العباسي المسيحي عنده اي شيء ممكن يعمله. ما بيقول له ماشي وين جاي من وين او انت اقرا كده ولا اكتب كده. هنا الان الدوله بتديك مقررات دراسه مقرره تغرر عليك. دينك بتحدد لك الدوله، محل عباداتك بتحدد لك الدوله، سفرك، جيتك، مشيتك، اسمك ذاته، ولاد، كله بتحدد الدوله. الان الشكل ده شكل قاهر للانسان، ما فيه حريات. نعم. ما في تحقيق خصوصيه ثقافيه. ده هو نحن مفترض نحن نحاول نصل للصيغه بتاعت حكم تحفظ للاقليات او للجهات المختلفه معانا ثقافيا تحفظ الخصوصيه بتاعتها. في التاريخ الاسلامي بدا بهذا الشكل، لكن في لحظات معينه انتكس النموذج الاسلامي وبقى خاصه بعد ديال الاستعمار بقى يعمم قانون واحد على كل الناس على كل البلاد، ومسلمين ومسيحيين والبوذيين كلهم يحكموا بنفس القانون. وقانون ما هو حق الدين ولا يرعى خصوصياتهم، قانون تخط الدوله بطريقه اللي شايفاها هنا. يعني الدوله تحدد ما هو اخلاقي ما هو غير اخلاقي، ما هو قانوني وغير قانوني. تتدخل حتى في خصوصيات الافراد. يعني مثلا يعني اكبر تطبيق شائه للشريعه مثلا نموذج طالبان اللي هو بيتحكم حتى في زي الناس، حتى في حلق اللحيه. يعني تخيلوا دي منطقه دوله حديثه تتحكم في اي شيء، بتخط القانون على كل زول. يعني حتى حلق اللحيه، تقصير الثياب، لبس، فتح المطاعم وقت في الصيام، فتح المتاير في وقت الصلاه، ده كله ما له علاقه بالدوله في الاسلام. عمر النبي عليه الصلاه والسلام مسك له زول ما صام اصلا، ما مسكه ولا مسك له زول فتح دكان في وقت الصلاه اصلا، ما عمل حاجه اصلا. لكن الدوله الحديثه استعملت الدين وقهرت به المواطنين بهذا المنطق، ان هي بتتحكم في كله في كل شيء. شيخ عمر، النموذج في انه انتوا التطبيق ده، النموذج في انه نحن نريد ان نطبق قانون وتوفير كفايات الأسوياء، المفهوم في مفهوم قاله الأستاذ فهمي هويدي في أنه
الإسلاميين لما يجوا مجتمع بيلقوا فيه 30% كعبين و70 كويسين، بيركزوا عليه إنه 30 ديل كيف نعاقبهم، كيف نعمل لهم، كيف وبيهملوا حاجات الأسوية إنه يوفروا كفايات ديل، فبعد شوية 30 ديل بيبقوا 70 وديلك بيجوين. إذا نحن دايرين الكلام اللي بيتقال ده يطبق على أرض الواقع، آلية تطبيقه على أرض الواقع وكيف حتتحقق إذا فتحنا الآن قانون في فترة انتقالية، قانون لكل الناس، الكلام ده بتنزل لحياة الناس كيف؟ والناس عندهم صورة مشوهة في أذهانهم وفي التطبيق، حاجتين في التطبيق وفي أذهانهم. طبعا يعني أول حاجة الشريعة هي ليست حكم على الناس، وإن الحكم بين الناس، يعني الشرع ليس هو أن أتسلط على زيد من الناس فأنا الذي أحكمه بالشرع، وإنما الدولة أو المؤسسات القضائية أو الدساتير هي تأخذ الحكم الشرعي وتعرضه على الناس، يعني فده يعرف ما له وده يعرف ما عليه ولا يغطى شيء. أنت بتعرض ضمن الدولة؟ هل الدولة الجهة المختصة يعني القضاء مثلا ولاية القضاء يعني في الإسلام لو جينا إلى فصل السلطات باعتباره يعني أيضا تجربة إسلامية رائدة، فالقاضي هو الذي لا يفترق عنده أن تكون عاليا أو نازلا في سلم الحياة العامة أو أن تكون شريفا أو وضيعا ليتم انتقائك. وأنا أستطيع أقول القصة عندنا نحن ما قصة أقليات، قصة أكثريات. يعني الهرم مقلوب عندنا نحن، بالعكس الأقليات الآن يتمتعوا بحقوق أكثر من اللازم. وزي ما واحد قال والله يا أخي القصة ما قصة يعني إنصاف المرأة من الرجل، وإن إنصاف الرجل من المرأة ذاته، يعني القصة في كثير من 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 أبعادها هي ضخ وليست حقائق. لو جينا للحقائق الرئيسية والواقعية، أصلا الشرع ليس فيه تسلط، الشرع ليس فيه ظلم، ليس فيه مصادرة حقوق الآخرين، الأقليات لهم كافة الحقوق، التهميش هو نصيب أكثريات واستئثار نخب وأقليات بحقوق الأكثريات، وده اللي بيخلي تكدس الثورة، الثروة، تكدس السلطة، تحالف الأثرياء والسياسيين إلى غير ذلك من الأوضاع الشائهة، قد تغطى بعد ذلك بشريعة أو بأي نظام آخر أو بأي غطاء آخر، لكن الحقيقة لو يعني بسط العدل الشرعي على الناس سواء في فترة انتقالية أو في فترة دستورية أو في كلها سيعيش الناس راحة، سيعيش الناس عدالة، سيعيش الناس تراحم وسلام وعفو فيما بيناتهم وتكامل فيما بيناتهم ونماء في أموالهم وتجاراتهم وحرية في حركتهم وحرية في تعاطيهم مع الحياة. ويبقى التدين، يعني التدين هو في أساسه دعوة، والدعوة يعني لإن كانت السياسة بثوراتها بآلياتها بسلطاتها كلها باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك أبواب واسعة جدا لتدين المجتمع العادي، للدعوة بالحسنى، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهذه ينبغي الله يضيق عنها الناس، يعني الناس ما يضيقوا بصوت الداعية، بصوت الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، المطالبة بالشريعة، التذكير، يعني هذه حق متاح حتى في القوانين الوضعية، حتى في الدول غير الإسلامية. فلو وجدنا نحن يعني ما أراده لنا شرعنا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم والذي هو تطبيق متاح محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يتعارض أبدا. زي ما قال ابن القيم، قال الشريعة كلها رحمة وحكمة ومصلحة ومنفعة، وكل ما سوى ذلك فليس من الشرع، وإن رآه الناس أو حسبه الناس أنه من الشرع. وبالتالي المصالح المعتبرة والمصالح المرسلة كفيلة بأن تجعل حياة الناس خيرا وحياة طيبة وعدلا ونماء وخيرا وبركة، ولا ضير أبدا في أنه الناس يستوعبوا الشرع معهم في كل يعني محاور الحياة المختلفة، ويشعروا أنهم على خير ما يكون من تطبيق. والنموذج النبوي الذي أشار إليه أخونا شيخ مقداد يعني هو ليس نموذج تاريخي، يعني نحن لما نقول تاريخ وتراث وكذا فهذا يقلل قيمة الأسوة. نحن في النبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة في حكمه وفي سياسته. في حكمه الذي هو تنزيل لحكم الله سبحانه وتعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، وفي سياسته عليه الصلاة والسلام
التي هي تقديريات وفن واقع ومعاملة واقع ومراعاة أقليات ومراعاة سلم ومراعاة حرب يعني هذا بشقيه يعطينا الأسوة والقدوة والنموذج والتطبيق والتدرج أيضا والحكمة ومراعاة المطلوب شرعا والمقدور واقعا دائما. وده بيخلي بعد ذاك مساحات التطبيق ميسورة للمكلف بما يحيط به من ظروف الزمان وظروف المكان وظروف الحال، وربما تطبيق أيضا الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يعني هذه يحسبها الناس الآن في صلاة ركعتين أو صوم الاثنين والخميس، لكن هي في الأساس في الحكم، في الحكم بالعدل، في الحكم بالشرع، في إنصاف الناس، في خدمة الناس، في حفظ العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس الأجير أو الوكيل، يعني وليس على أساس السيد أو القاهر أو الغالب أو الحكم القهري والجبري وما إلى ذلك. هذا كله بعيد عن الشريعة. الشريعة تساوي بين الناس، ليس له علاقة بالشريعة، ليس له علاقة بالشريعة. أستاذ مقداد، الدولة المدنية، مش الدولة المدنية، دولة المواطنة، الدولة التي تقف موقف واحد، يعني اللي هي إنه نحن والله يا أخي الدولة، مطلب الدولة أن تحقق العدل، توفر الاقتصاد، العلاج، التعليم، الدين. مهمة الدكتور راشد الغنوشي عنده إنه مهمة الوقف والمساجد والدور والأندية، المراكز الثقافية يرجع لها دورها ويرجع للفرد ضميره، والدولة أن تطبق ما بين الناس من قيم العدل ومراعاة الاقتصاد، وألا ما أظلمك وما تظلمني، حفظ المظالم. هل يمكن أن نسمي هذه الدولة أنها قريبة إلى الشريعة؟ هي الدولة إذا اكتفت بهذه الأدوار فهي لا تناقض الشريعة في شيء. إذا الدولة تحدي المجتمع أن ينظم نفسه ويعلم نفسه ويثقف نفسه ويمارس الدعوة والسياسة بالحرية التي يراها مناسبة، فهذه لا تنصادم الإسلام في شيء. لكن الواقع غير ذلك. الواقع أن الدولة خاصة في مجتمعاتنا العربية هي جهاز ضخم جدا يؤثر في معاش الناس، في تعليم وثقافة الناس، في كل شيء. بالتالي أصبح الحصول على هذا الجهاز مطلب كل من يريد أن يتحكم في مصائر وثقافة وعبارة وتعليم الناس. يعني أي شخص عنده مشروع ذاتي، مشروع ديني، مشروع ثقافي، داري عم على الناس، يمشي يستعمل جهاز الدولة. إذا الناس كانوا زي الفقهاء يقعدوا في مجتمع ينشروا دعواتهم للصوفية، يعملوا مسيد وناس يتلمى حوله، إذا الناس كانت بهذه الطريقة ما في مشكلة في الدولة. لكن الدولة أصبحت محل نزاع لأنها جهاز بهذه الضخامة. إذا أنت مسكت الدولة معناها مسكت الثروة، معناها مسكت الثقافة، معناها مسكت الاجتماع، معناها مسكت كل شيء، معناها مسكت كل شيء. بالتالي أصبحت غنيمة عظيمة جدا، والمنافسة عليها أصبحت كبيرة جدا. إذا جعلت الدولة تقوم بالوظائف في الحد الأدنى من الخدمات والحفظ الأمن والاقتصاد وهذه المسائل، فإن الإسلام لا يعرضها في شيء. تجعل المجتمع كل ما يخص المجتمع بعيد عن الدولة. المشكلة الثانية إنه نحن قاعد نضطر دائما نموذج الحكم الإسلامي القديم، خاصة في العهود المظلمة من تاريخ الإسلام، نريد أن نطبقه في الدولة الحديثة. وفرق كبير بين الإمبراطورية الإسلامية والدولة الحديثة. الإمبراطورية ما عندها علاقة بالجغرافيا، تنتهي الجغرافيا حيث تهزم جيوش الإمبراطورية. لكن الدولة عندها جغرافيا، عندها خط مرسوم معروف، حدود معروفة، الناس داخل هذا الخط، داخل هذه الحدود، عندهم واجبات وعندهم حقوق. لكن في الإمبراطورية الإسلامية، الإمبراطورية القديمة كان إسلامية ولا رومانية ولا فارسية ولا أي شيء، في ناس غالبين هم ناس القوة، ديل حقهم لو عندهم دين ولا ما عندهم دين، ديل حقهم فوق حق الناس الباقيين. يعني العباسيين مثلا، الطبقة الحاكمة دي، لو أنت عباسي حقك غير المسلمين، حظك من الثروة غير المسلمين الباقيين، حظك من السلطة غير المسلمين الباقيين، حظك من المعاش الكريم غير المسلمين الباقيين. بالتالي في مساواة أصلا في الإمبراطورية. لكن في الدولة الحديثة تقوم على فكرة أن الناس داخل هذا الحيز الجغرافي متساوون في الحق والواجب، في الحق والواجب. بالتالي النموذج القديم ده لا ينفع، النموذج التطبيق التاريخي للإسلام القديم في الإمبراطورية لا ينفع أن يستجلب في الدولة الحديثة. لكن ينبغي أن نقيس حكم الشريعة بحيث
يستطيع أن يضبط على الأقل مرحليا حياة الناس داخل فكر داخل إطار الدولة الجغرافية المعروفة بالحدود المعروفة بالدستور والعلم والرمزيات المعروفة للدولة الحديثة. إذا استطاع الإسلاميون أن يكيفوا فكرة تطبيق الشريعة في مثل هذه المجتمعات أظن أنها ستحل كثير جدا من مشكلة الدولة الحديثة نفسها. مشكلة القبضة الأمنية القوية، السلطة، الآن الدولة بقت مخيفة جدا. يعني الناس بتخاف ليه من بعض؟ السياسيين ليه بخافوا من بعض؟ ليه شاكين في بعض؟ لأنه بيه الدولة ده بينتهي من الباقين، يعني بيستعمل أددي في قمع وقهر البقية، بيستأثر بالمال، بيستأثر بالسلطان، بيستأثر بالقرار، بيستأثر بتحديد مصير الناس. لو الدولة بالحال ده حنكون كلنا ما عندنا حل غير نصارع حولها. لكن لو اتفقنا كلنا إنه الدولة دي الآن هي مهمتها واحد اثنين ثلاثة معنية بحد أدنى ويتداول حولها السلطة سلميا بين الناس برأي الناس بانتخاب الناس بكده، إبعاد القوة العسكرية من الدولة، يعني عدم الاستعانة من أي سياسي بالقوة العسكرية. تعهدنا على الكلام ده، بيجي في التفكير بتاعت شرف، ميثاق شرف بيناتنا. أظن ما حيكون في صراع حول الدولة بهذا المستوى. يعود المجتمع دوره، يعني الدولة ممكن تحدد لبس الناس، يعني يكون في قانون بيحدد لبس الناس، قانون بيحدد كل شيء في حياتنا الخاص جدا، بيتحدد الدولة عندنا هنا في السودان. ده اللي خلانا احنا. طيب وين الضمير؟ ما لغينا دور الضمير، بالعكس ولدنا النفاق طبعا، لانه دخلنا في الاشياء الموقره للضمير، دخلنا فيها آلة الدولة، بالتالي الضمير غاب او بقى يمثل على الدولة انه هو مع مع رايه او مع قانونه، بالتالي شاع النفاق في الناس. بقى اي شخص عايز يعني يثبت للدولة انه هو شخص شريف بيتظاهر قدام الدولة انه شريف، لما كلمه تغيب الدولة طوالي بيختلس المال العام، بينتهي، بيغتصب، ده كله حصل بسبب انه الدولة اتدخلت فيما مستوى سلطة الضمير. زي ما قلنا حتى في دستور الأخلاق في الإسلام في ثلاثة مستويات: ضمير، مجتمع، دولة. أدنى شيء هو الدولة، أقل مستوى للدولة. لكن الآن اتقلب بقى أعلى حاجة. أيوة. لو بقى ده مفهومنا إحنا للدولة إن هي مستوى الأدنى، والإنسان يتزكى بنفسه، المجتمع يزكيه بعلاقاته، بتراحمه، بتكافله، بتواده. أصل الرسول كان عن الحاكم كثير، يعني كان في حديث عن الحاكم في البخاري، لكن كل حديث عن المجتمع، كلها عن المجتمع. في كم آية عن الحاكم؟ كلها عن المجتمع. كله تعملوا انتوا وتؤمنوا انتوا وتصلوا انتوا وتصوموا انتوا وتهاجروا انتوا وتزكوا انتوا وتأمروا انتوا بالمعروف وتنهوا عن المنكر انتوا وتطبقوا حدود الله انتوا، كله مجتمع. نعم. الدولة نذر يسير جدا في الإسلام، لكن عندنا أسا بعد الاستعمار ده الدولة بقت حاجة ضخمة جدا، بالتالي أضرت بالدين وأضرت بالمجتمع وأضرت بالضمير وأضرت بالأخلاق نفسها. نعم. أضرت بالعلم، أضرت نعم. بالثقافة، كل شيء كله شيء بقى ماله محتكر من جهات الدولة. نعم. إذا صلحت هذه الدولة بالصدفة طبعا ما بتصلح يعني من مكوناتها، إذا صالح يمسكها بتصلح الأمور. لكن اغلب الناس اللي بيجوا حتى الصالحين بتفسيرهم الدوله طبعا تدي زي كل حاجه حيفسر يعني. شيخ عمر، كان في مليان النصوص في انه الناس ما يجوا على ابواب السلطان، باعتبار انه السلطان ده حاجه زي ما قال مقداد حاجه مفسده. طيب السلطان ده نحن عشان الشريعه تبقى حياه الناس سلسه جدا نختاره عبر صندوق الاختراع. صندوق الاختراع ده لو جاب أي زول ما هو رأي الناس، ما هو رأي ما دين نقول أئمة المساجد، لكن الرأي الشريعة في أنه ممكن صندوق الاختراع ده يجيب لك من يشاء من أجل أن يحكم، ولا أنت عدل الصورة من أجل أن تتقدم أنت. ما خلاص الناس بعد ده توافقوا على ماذا يحكمهم، كان دستور ولا من يحكم في نعم في طبعا هذا في دقيقتين طبعا نعم ده طبعا ما هاجس كبير والناس في غالبها ولو تنزلا قبلانا بمن تأتي به إرادة الناس، يعني لأنه زي ما تفضل أخونا المغداد الآن في ظل دولة ذات خصوصية وذات طبيعة وطنية وعهد دستوري يحكم الناس، والحياة عهود ومواثيق، فالناس إذا توافقوا وتواثقوا على وثيقة عهد تحكم البلد أساس التداول السلمي للسلطة عن طريق الاختيار وتفويض الشعب بإرادة انتخابية واضحة، وتأهل تيار ما أو طرف ما بإرادة الجماهير وأمسك بطريقة الدولة التي أشرت إليها. وبالمناسبة لا بد أن نشير إلى أنه صحيح عندنا يعني العلاقة العهدية القريبة بنظام إسلامي يعني أساء بعض الشيء، لكن لا يغيب عنا نظام علماني على طول وعرض الدنيا مسيء وديكتاتور وجبار وظالم وكل الصفات. هو ظالم ده إن كان لبس لبسه. نعم. لبس لا أنا أريد بهذا أن أشير إلى أنه يعني
التغول المشار إليه ليس هو من طبيعة الشريعة أو الإسلام أو من يزعم أن يحكم بالإسلام أو كان كذلك، بقدر ما هو نهج موجود في الممارسة الممارسة السياسية في العالم الثالث عموما لا تحكمها قيم التداول السلمي للسلطة، وبالتالي يحصل التهافت على السلطة وأبواب السلطة، لأنها هي يعني هي يعني الجمل بما حمل، كل شيء يخطف معها وكل الآخر يسحق يعني إذا طلع برا أو خارج هذا يعني هذا المحتوى السلطوي، وبالتالي إلى أن تعاد الأمور إلى نصابها سيظل كل طرف حريص على وجوده، حريص على الرقابة، حريص على التأثير بكل ما أوتي من وسائل، وده حق لكل طرف بالمناسبة. نعم. وتخوف مسموح ومتاح حتى لا يتغول يعني تحت ظل مدنية أو علمانية على حقوق الآخرين، وإنما يعني يأتي من يقف على مسافة واحدة من الجميع ويتيح للجميع التنافس الشريف والحر. ودي هبة الحرية، ودي الحرية، يعني دي الحرية هي اللي بتمنح الناس. نعم. هذا الحق. أنا سعيد دكتور الشيخ عمر بخيت على أنه حضرت معنا، وهذه المؤانسة والمدارسة والحوار في قضية الشريعة والثورة على أن تتحقق هذه المعاني، الدولة الحديثة، الدولة التي مرسومة معالمة موضحة. شكرا أستاذ مغداد على أنه ده دور الدولة أدنى أدواره، بعد ذلك المجتمع هو الدور الأعلى والأكبر. سعيد بكم بوجودكم معنا في الاستوديو، شكرا لكم مشاهدينا الكرام. حلقة الشريعة والثورة مدارسة كانت مع ضيفي داخل الاستوديو، على أن تقيكم غدا إن شاء الله في مدارسة أخرى وقضية أخرى من أجندة سودانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.